بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. النهارده عندنا ثلاث وصفات بساط جمال هينفعونا برضو في الايام اللي جايه من مناسبات، من ساده صايمين، من دخول شهر الكريم علينا باذن الله. لسه بدري، ولكن زي ما اتفقنا ان كل يوم ممكن نلاقي وصفه او وصفتين يكونوا مميزين لينا ولفطار شهر رمضان. كنت اتسألت بين الرقاق والجلاش، وايه الفرق بينهم، وهل الرقاق بياخد بيض ولبن ولا لا؟ الرقاق ليه مذاق وليه تيست معين في شغله، الرقاق الناشف. انا يعني ما بنصحش ان احنا نتعب روحنا، ممكن نعمل رقاق طري في منتهى السهوله. الرقاق الناشف عايز خبيز، طريقته بسيطه قوي، هنعملها مع بعض. الجلاش طريقته ابسط، ده باللحمة وده باللحمة أو بالجبنة زي ما احنا عايزين. هنعمل نوع اسكالوب أو بوفتيك بطريقة جميلة أو إن شاء الله هتعجبكم. أول حاجة هنعملها ونلحق نشتغل بسرعة كده، نعمل الجلاش يلحق يخش الفرن يستوي درجة حرارة تكون 180، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. ننزل مخرجتنا الغالية بمقادير الجلاش كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معنا ايه. جلاش زي ما احنا اتفقنا، جلاش يا اما بجيبه بعينه في الفريزر، ده لازم ما قعدوش بالذات في الصيف اكتر من 3 ايام عشان ما يحصلش فيه اي فطريات، ولما اكشفه اكون مغطيه كده بفوطه نظيفه بالشكل دوت عشان ما ينشفش، لان هو مفروض بالنشا، النشا بيشم الهواء بينشف، فبينشف لي العجينه. هيطلع من الفريزر ممكن حتى لو كان فريش ما جبته هيطلع فيه تكسير، مفيش اي مشاكل ومش هيظهر معانا ابدا. ننزل بالمقادير بتاعتنا كده مخرجتنا الغاليه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه وهتوصلنا لايه. واحده واحده كده، الجلاش من الحاجات المميزه جدا 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 اللي بتبقى موجودة كمقبلات. احنا كلنا بنحب المعجنات، مقبلات في شهر رمضان، مقبلات في العزايم، ونشوف مع بعض. نص كيلو جلاش، كوباية سمنة تقريبا، وربع كيلو لحم مفروم معصج، وهقول لكم دلوقتي الدنيا فيها ايه بعد ما اخلص، والكلام ده هينفعكم اقتصاديا، مش لازم كل حاجة الوصفة كذا كذا واعملوها كذا. اقتصاديا كوباية لبن بيضة ملح فلفل اسود، خلص الموضوع بتاعنا على كده. تمام يا شيف، تمام، حلو قوي كده، ده كده زي الفل خالص. نرجع مع بعض تاني واحده واحده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. بصوا يا جماعه، الربع كيلو لحمه هنا انا مديله بس بابريكا، يعني هنا بيختلف اللحمه المفرومه هنا عن هنا. هنا انا مدي في الجلاش بابريكا، معلقه هريسه، معلقه بابريكا، فهتلاقي اللون محمر شويه مع الفلفل. هنا انا عامله ساده خالص عشان لو هنا في حار او شطه فللاولاد ممكن ياكلوا من دهوت اللي هو من غير هريسة ولا فلفل، لكن الهريسة والفلفل بتديله طعم مميز. طيب وبعدين اللحمة المفرومة بجيبها الكيلو، انا بجيب مثلا امكانياتنا كلها ممكن تكاد تكون بسيطة شوية، ولكن زي ما اتفقنا الوصفة اللي بتتعمل لازم هتتعمل بفضل الله. ليه؟ اما بقف على الهوا وبعملها ببقى متأكد من أبسط إنسان زي حالاتي هيقدر يعملها لغاية حد يكون مميز، حتى لما يعملها أو ربنا كرمه، وكلنا ربنا كرمنا وكلنا متساويين عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لو ظروفه المادية تكون مميزة فيقدر برضو يعمل الشيء. فبجيب الربع كيلو لحمة مفرومة، لو أنا ظروفي مش متاحة بتاخد ربع كيلو بصل. زي ما قلت لكم البصل من غير نار ولا أي حاجة، بصل أبيض يا جماعة، بصل الأحمر ده بتاع السلطات، بصل الابيض من غير اي حاجه بلاقيه نشفت ميته ابتدى يكرمل، بديله شويه ملح، بعد كده بديله زيت بيصفر معايا، بديله ربع كيلو بصل، ده ممكن ال 300 جرام بصل، بصلتين كبار بديهم ربع كيلو لحمه مفرومه. في المعجنات، في السمبوسات عندنا فوق على 400 500 نوع من المعجنات بيدي طعم مميز جدا جدا جدا، ممكن معاه شويه بقدونس، ممكن معاه شويه فلفل، ممكن شويه زيتون، حضرتك اللي بتبدعي الشيء لأولاد حضرتك. طيب هات لنا بقى اللحمة دي، خلينا هنا كده للرقاق، ما عنديش لحمة مفرومة، بقدر ان انا اجيب جبنة قريش زي ما اتفقنا، ده ابسط الامور، بديها معلقة دقيق وبيضة وهرسها، شوية بقدونس، شوية نعناع، بحطها في نص، شوية زيتون المخلي ده، يا ستي هجيب تمن مثلا 50 جرام،
هو السوبر ماركت هيدي لحضرتك، واحطه في نص الجلاش ونشتغل بنفس الصوره ديت. وطلعت من هنا صينيه جلاش وحاجه مميزه جدا، الجلاش تقريبا ب 11 جنيه حاجه زي كده، مش هقول لكم فردوه فردناه قبل كده، ممكن هنفرده يعني تاني الايام اللي جايه ونشوف ونطلع منه حلو. ولكن خلاصه كلامي في ان ازاي انا اقدر اتغلب على الشيء واعمله. بعض 3-4% انت يا شيف محمود خش على الوصفة، ما تتكلمش كتير، اللي هم الاخوة السادة الافاضل اللي عايز هوب يشوف هو لو عليه عايز يشوف الجلاش وانا مطلعه من الفرن عشان ايه اللي بيجيب قناة تانية ويبتدي لو كان هيتكلم الشيف او الشيفة اللي واقفة، هي دي مهمته في الحياة. لكن انا عندي تقريبا في حدود 90% بيبقوا قاعدين، نمرة واحد عايز يعمل الوصفة، نمرة اتنين يا حبذا لو كانت الوصفة رخيصة، لان هو عنده مسؤولية، هو عنده مش 18 19 سنه كده، فيه بيبقوا عايزين وفيه انا بابا وماما بيجيبوه، هو عنده مسؤوليه وعايز ياكل ولاده. طيب انا هطلع اعمل الوصفه ازاي الاول هتقدري تعمليها، وازاي هتتحكمي في ميزانيتك وتقدري تعمليها من اجل الله سبحانه وتعالى، بس انك انت تقدري تعملي حاجتك وابقى انا وقفت على الهواء قدرت ان انا اعمل لك الحاجه كويس. طيب هنبدا دلوقتي، معلش كان لازم اقول الكلام دوت، انا اصلا حنجرتي تعبانه والله ما قادر اتكلم، ولكن كل ما افهمكم الدنيا فيها ايه، زي ما بتكلمني مشاهده وتقول لي مثلا الشيف محمود انا هعمل مشروع، اقول لها انا هفيدك وبلالكوا على الهواء في المقادير، بس هديك المقادير تبكل تعمليها اخت بتاعت بره واخت المحلات الكبيره دي هساعدك فيها واديها لك، لكن بنكسب ايه بنعمل ايه هكسب كام انا والله ما عندي فكره ابدا، ده بتبقى كلها ارزاق، هبيع بكام انا ما عنديش فكره. طيب هنبدا نجيب ادي الجلاش، انا ده طبعا في الفريزر عندي بقاله تقريبا ممكن يكون شهرين في الفريزر، من ساعه ما جبت قبل كده جلاش ووريت لكم واشتغلنا طلعته من الفريزر فك براحته خالص، شايفين ما شاء الله والله يعني العجينه زي الفل اهيت معايا خلاص. ده يا شيف محمود بقاله شهرين معاك والله من ساعه ما جبته، ما فيش حاجه بترغمني ان انا اقول اكتر من كده. بنبدا نيجي عشان احافظ على الفوطه بالشكل دوت، بجيب قاتلي بقى الفوطة النظيفة دي هنا كده شفنا، بجيب دي اسهل طرق ليكو يعني انا اقدر اشتغل بالجلاش كده على طول، الصينية متنشفة ونظيفة وادي كده، ونبقى عارفين كويس قوي ان انا كل الدبري اللي عندي ده مش هرميه. طيب شيف محمود انا بكتفي والدبري ده انا مش عايزاه، بحمره زي البطاطس، طاسه البطاطس بتاعتي زي حمرت بطاطس للولاد، بعد ما تخلص البطاطس ببتدي احمر دوت، هلاقيه بيهيش ورقه ورقه بتتحمر واشيلها احطها على مناديل تمتص كل الماده الدهنيه واطلع احلى طاجن ام علي، اطلع احلى طاجن. عملنا الكلام ده يا جماعه مش بقوله لسه دلوقتي، لكن انا هشتغله دلوقتي معايا في الشغل بتاعي لاني مش هعمل ام علي دلوقتي. يبقى احنا ممكن من النص كيلو جلاش اللي انا جبته ان انا بطلع منه صينية حادق واطلع منه ام علي واقدر اعمله بقلاوة، قصص كتير ازاي نقدر نتغلب على الموضوع ده. طب يا شيفنا عارفين انا عايز احكي، لو الحلقة 50 دقيقة او ساعة عندي عايز احكي 40 دقيقة، ازاي تقدروا في خلال دي سمنة سايحة طبعا ما عنديش سمنة زيت، ازاي نقدر نتغلب يا شيف محمود على سفرة رمضانية جميلة بدون ما نكلف روحنا. طب ما انت يا بيه جايب لي هنا نص كيلو بفتيكة اهوت، انت بس عمال تقول لنا نعمل ونوفر ونعمل، طب ما انت جايب، بصوا من اول اللحمة المستوردة لغاية دلوقتي في الكشاك اللي هي موجودة ديت رائعة يا جماعة رائعة، والختم موجود على اللحمة والدنيا تمام التمام، ونقدر ان احنا نجيب منها نقول له ايه عايزين وش فخدة، سواء بقى نعمله سكالوب بانيه سواء نعمله بفتيك بالصورة اللي احنا بنقول عليها ديت اللي بيبقى حلو حلو جدا وليه طعم مميز، هنقدر كل دوت ان احنا نعمله بدون. طيب انا ما معيش اجيب لحمة مثلا، فبقدر اجيب فيليه الفراخ او صدور الفراخ بحيث انها هقدر ان انا اعملها بانيه، اقدر اعملها بنفس الصورة اللي اعملها النهاردة. قولوا لي بقى كلفتنا ايه سفرتنا؟ هتكلفني هصرف، لكن هطلع اكلات مميزة جدا ان شاء الله تعجب اولادنا. ادي القطاعات اهيت يا جماعة، حتى لو بعمل بقلاوة بمشي بنفس الصورة ديت،
لو انا هعمل بقى، لو شايفين ادي القطاعات بتاعتي اهيت، شايفين الجلاش طول ما في الف... وما طلعوش احطه في الميكروويف الجلاش، ولا احاول اكسره وافكه بايدي، هو والسمبوسه هيكسر، هو عن عباره عن عجين زي رغيف العيش اللي طلعه من الفريزر، الا هيحصل له بيكسر معايا على طول. طيب شفنا تمام كده، شايفين بوزع كده بالشكل ده، وادي سمنه. ليه؟ هو هنا اللي بيفرق العجين عن بعضه النشا. هنا احنا خلاص النشا العجين شربه، فايه اللي بيحنن العجين عندي عشان يهيش وينطر معايا السمنه او الماده الدهنيه، ان كان زيت زبده. مشكله الزبده البلدي هنا عشان الساده في الريف، هتلاقوا لو عملنا بقلاوه او عملنا بيه صنف جلاش ناموره اي حاجه، الزبده البلدي بس بتبقع شويه فيه لانها بتتحرق بسرعه، هي عباره عن فيها كميه لبن عاليه فبتتحرق بسرعه، فتلاقوا منظر الجلاش بقى غامق برغم ان انت مسويه على نار هاديه وزي الفل. وبعدين هنغطي الكلام ده كده بالشكل ده ونقوم مدين رقسمنا. ها الدنيا كده تمام، الدنيا كده تمام. طيب فيها شيف محمود ام علي، اما نيجي نعملها بالجلاش بندهنها سمنه وندخل، بتاخد سمنه كتير قوي يا شيف محمود، وتخش الفرن على نار هاديه، وعايز اسخلها الفرن ساعتين على درجه حراره 100 150، طب ما انا هجيب منين؟ لا والله ان انا كنت ام علي الفاتوره بتاعت الزيت جاهزه، انزل بالجلاش اقطع اي كلام، انزل مطلوب مني جلاش ام علي بسرعه، ما عنديش ملفيه، وهو مش حلو بالملفيه بيبقى معجن، عامل زي العيش الفينو، عامل زي العيش الفينو، ما بيبقاش ما بيبقى زي اللي بيعمل ام علي بالكرواسون، طب ما انا عامله زي فتة القطه. لا لازم يبقى الشيء اللي قدامي ناشف عشان يفلفل، يا اما ملفيه يا اما جلاش ناشف. الوش مش كريم شانتيه ولا حاجه، الوش ممكن مهلبيه خفيفه من نفس اللبن، كلمنا في الكلام ده كتير بس عايزين نحفظه ونبقى عارفينه. هاخد فاصل وارجع بقى ابتدي احط لكم اللحمه ونبدا نشوف هنفنش ده ازاي. اهلا بحضراتكم. يبقى احنا اتفقنا، بصوا كده رقات الجلاش تمام، وحطينا القطاعات لتحت وغطينا بورقه والدنيا زي الفل معايا، بيبقى عامل زي الفطير المشلتت. هنبدا نحط الحشوه، مش لازم تكون كتير، دول يعملوا لي صينيتين، الربع كيلو دولت يعملوا لي صينيتين مش بكتر اللحمه يا جماعه. يبقى اصبح قمت كان عندي ساعتها كيلو جلاش، قطعت 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 زي موضوع الفته، زي ما بعمل في الفته اللبناني، حمرت الجلاش طلعته على مناديل، سخنت اللبن، اللبن اللي بيفيد مني، اللبن اللي بيفيد مني بقوم ربطه بنشا يبقى خفيف اتقل من السحلب بشويه، غطى على الوش، خش الفرن، خد وش، خلصت القصه بتاعتنا. يبقى احنا عفوا ست ام كريم، اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازي حضرتك؟ ازاي سعادتك انت ست كل؟ عامل ايه حضرتك؟ الله يكرمك، امريني باي سؤال يا ست كل. الامر لله. حضرتك فاكر الحلقه اللي عملتي فيها التورته في البوله اللي هي بتاعت الفسرون اللي حمرا دي؟ فاكر طبعا، انا اقدر انسى حاجه زي كده؟ كنت عايز اعرف بس الموز دوت الاحمر الشفاف ده، ايوه تعمل ازاي؟ معلش بعد اذن حضرتك. على البارد، انت سالتيني السؤال ده على الفيس تقريبا؟ لا ما عنديش فيس يا مشرف محمود، انا معاك كده على ناي اللايف على طول. ده انا بيزيدني الشرف ست الكل، ربنا يخليك. وعايزه اشكر حضرتك على كل اللي بتعمله وعلمته لنا، كان فعلا اخرنا صينيه بطاطس ومشويه مكرونه محمره وفراخ وخلصت بجد كل حاجه نيجي نعملها. الله يكرم الشيف محمود ومدام حنان، هو ده المصري الاصيل والله. وكل اكلاتك بنعملها بس في اوقات معينه بنطلع الكراسه كده ونعمل الاكلات. ولا يهمكم، بصوا طول ما ربنا سبحانه وتعالى مديني الصحه وبقف على رجلي. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك وبشتغل وتعلمنا. احنا طول ما انا ربنا مديني الصحه واقف على رجلي هفضل نعمل اصناف بحيث من اقل تكلفه من اقل امكانيات تعملوا احلى سفره لاولادك. ما تنساش الموس الاحمر ده والنبي يا شيخ محمود. حاضر ولا يهمك، ده انت تأمري امر طبعا. سلم لنا على كل القصة اللي عندك والاستاذ كلهم بيسلموا عليكي، كلهم والحاج عماره اللي بيخش لنا كده بالتصوير.
على ويعمل لنا كادر كده على الاكل. تسلميلي. تسلم يا شيخ محمود. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. هنا الجلاش خلص خلاص. لو كان بقلاوه هنقطع ويخش الفرن درجه حراره 170 180 يكون عندي السيرب تقيل. بما ان انا عندي التقطيع هنا بقى مش لازم تبقى مميزه. ليه؟ مش هتبان التقطيع عندي. لان انا بدي بيض ولبن فبيديني وش عامل زي وش الفطير المشلتت. تمام كده؟ اي تقطيع ما تخافوش، مش لازم تقطيع بديكوريشن معين يعني. وادي كده خلصت القصه بتاعتنا. هات لي بقى المضرب ونشوف الدنيا فيها ايه. ادي اللبن. وادي البيضه. وبعدين 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 يا شفنا ادي سنه ملح، فلفل اسمر، اخفق الكلام ده في الخلاط او بالمضرب خفقه كده. ابدا اسقي الكلام ده. اجيب معلقه بس، في عندي حته فلفل اسود خشنه، قطعتين كده خشنين. حاضر مش مهم. يلا هنبدا نسقي الكلام ده كده ونبدا بعد كده اهذب المكان اللي حواليا. ادخل على الفرن زي ما اتفقنا. لا ما تدخلش على الفرن. ادخل على الفرن يا شيف محمود. لا مش هدخل على الفرن. يعني ايه؟ انت ليه عنيد كده يا اخي؟ انت ليه متعب؟ هات شويه اللبن دول. لا انا مش متعب، انا مش متعب، انا بوصل لكم المعلومه. خلولي الجلاش مع اللبن مع البيض. لو انا دخلت دلوقتي على الفرن ايه اللي هيجرى؟ برافو عليكم. اللبن والبيض ده هيبتدي يتماسك ويعمل لي زي البيض زي السكرامبل، هيتماسك. انا عايز الجلاش يشربه ما يبقاش ظاهر خالص عندي اللبن ولا البيض دول، انا عايزه يشربه دلوقتي. وبعد كده يخش الفرن يبدا البيض واللبن يترفعوا مع رفعه الجلاش، هيديني شكل تاني. هسيبه هنا جنبيكوا كده لغايه ما يشرب البيض مع اللبن. هياخد معايا 10 دقايق، ياخد معايا ربع ساعة، ياخد اللي ياخده. ننزل بيه الرقاق ونشوف الفرق بقى بين الاتنين. مقاديرنا ايه في الرقاق مخرجنا العبقري؟ مقادير سهلة برضه وبسيطة، بكون عندي شوية شوربة، مية بملح، ولا يهمكم من أي حاجة. ولا يهمكم من أي حاجة. ومش لازم بقى أقول إيه؟ أصل لازم السمنة تكون كذا، أصل لازم تكون اللي عندكم اشتغلوا بيه، 7 ورقات رقاق ناشف، المفروض 6. انا حطيت 7 كده جدعانة يعني. وبعدين وبعدين يا شفنا كوباية سمنة او زيت او زبدة، بس ما بفضلش الزبدة لانها بتتحرق، وربع كيلو مفروم التاني. خلصت القصة. ما عنديش مفروم. انزل لي بايه؟ برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه. هو ده هنا كده ما شاء الله عليكم. جبنة، زيتون، فلفل، اي حاجة موجودة عندكم. يلا بينا مخرجنا الرائع، يلا بينا يلا بينا. خلي الرقاق، خلي الجلاش كده، اشرب براحتك. اشرب يا ريس، اشرب. في ايه؟ خايف ليه؟ اشرب براحتك خالص لما تبقى الدنيا تمام معاك. طيب ادي السمنه وادي الصينيه وادي اللحمه وادي الرقاق وادي الشوربه. مين معايا مخرجنا الرائع؟ اول حاجه بعملها ايه عشان بس نبقى الدنيا حلوه معانا؟ ببل الرقاق الاول. ليه؟ ما اقعدش بقى احط الرقاق ويكسر مني وانا بحطه وعقد نفسي. واديله فرصه يبرد او واديله فرصه يطرى واعرف ارصه، حتى لو اتكسر حتت يبقى زي الفل. يا ست ام اسراء، ست ام اسراء اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. ست ام اسراء اهلا بسعادتك. اهلا بيك. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك؟ انت ست الكل. تسلم ايدك وعينيك.
عليك وكل حاجه بتعملها جميله ورقائك طول عمره حلو وجلاتك. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك ست الكل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يبارك لك. الله يكرمك. والنبي بقى يا سيد محمود عايزاك تعملي المسكربوني على حقه بتاع امه وابوه. الايه؟ مسكربون. المسكر اللي هو الايه؟ جبنه؟ لا المسكربون اللي هو الحلو. اللي هو ال ال ذكرني يا رب ال اللي هو بيتعمل بالبسكوت والكريمه نسكافيه بالنسكافيه. هو بياخد جبنه مسكربوني. ايوه بالجبنه. هو بياخد جبنه بس مسكربوني، لكن هو مسكربوني هو صنف ايطالي اسمه اللي هو بياخد بسكوت سافاير ونسكافيه. ايوه الله يبارك لك. معقول نسيت اسمه؟ طيب ربنا يذكرني. عالي في الرقاق قوي. طب انا ست كبيره وبنت. انت كبرت المقام. ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يبارك لك يا ابني. والنبي عليه الصلاه والسلام. انت عملت قبل كده؟ عيني عملت تورته وعملت جاتوه. ايوه يا عم انت. ماشي ربنا يبارك فيك يا ابني ويبارك ما بين ايديك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ابني. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي لي. اسمه ايه الصنف يا عماره؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش عارف، مش فاكر، ما علينا. ادي السمنه في صينيه، يا ريت صينيه تكون ايه؟ تفال زي دي كده. حطينا في الارضيه بتاعتنا هنا اهوت سمنه او زيت او رقع اهو مكسر ما فيهوش اي حاجه بالشكل ده. نفس القصه بس مش هدي ولا لبن ولا بيض. معقوله بقيت انسى كده؟ وادي كده. طب النسيان ده بيجي من ايه يا عمار؟ الذاكره قويه، السن، لسه بلعب في الخمسين يعني. ماشي يا عمار، وادي كده. شايفين بعمل ايه؟ شايفين الكسره اهو؟ ولا حاجه. انتوا المهم يطلع معانا ايه؟ يطلع معايا في الاخر الكلام دوت راق واحد. طيب وادي كده، حلو قوي كده. وبعدين استاذ خالد اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله. حبيبي عليكم السلام ورحمه الله يا حبيبي. تسلم لي. سلامتك من القايه يا شيف محمود. الله يخليك. افتكر لي الصنف كده اللي هو بيتعمل بالجبنه المسكربوني وال والنسكافيه وبسكوت سافايار. اسمه تيرماتسو. تيرماتسو. اي خدمه يا ريس. ده ايطالي رائع. انا قلت ان حضرتك اللي هتفتكره. الله يخليك. وحضرتك بتقول بتلعب في الخمسين، حضرتك عايز شرفك يا شيخ محمود. الله يكرمك يعني يا حبيبي. بسم الله اكبر. اللي يشوف حضرتك يدي حياتك اصغر من كده، لان في حاجه اسمها العمر الجسمي والعمر اللي هو البيولوجي. تمام. حضرتك بتبان اصغر بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب يعني. انا شباب بيكوا يا استاذ خالد. تعيش شيخ محمود. تعيش تعيش شيخ محمود. الله يكرمك. الله يكرمك. لو حضرتك الصنف الرقاق اللي حضرتك بتعمله ده اهو، حضرتك ينفع نحط عليه جبنه اللي بتسيح دي ولا صعب؟ من جوه ينفع؟ من جوه. في الحشوه يعني، وتحط فرن عادي يدي. انا بعمله صلصه جبنه اللي انا عملتها للبطاطس ساعه الاكل الكوري، اللي هو معلقه دقيق صغيره، معلقه زبده، كوبايه لبن، وفي حدود 100 جرام او 150 جرام جبنه شيدر. تمام يا شيف. معايا؟ تمام معاك. شفنا عندك دقيقه كده اتكلم على انواع الوقت ولا ما عندكش؟ اتفضل يا حبيبي. بس هقول في عجاله كده انواع الوقت. عندنا وقت مباع، ووقت صيانه، ووقت حر، ووقت مشترك. لما هقول لك تدخلت على الفضائيات كده. هقول لك لا وقت مباع اللي هو العمل والدراسه واللي فيه الالتزام، اللي هو الوقت الذي نتقاضى عليه اجر. ووقت صيانه اللي هو النوم والاكل والانشطه الرياضيه. تمام. الجسم يقوم فيه باعاده بناء الخلايا اثناء النوم. حلو قوي. والامداد بالطاقه اثناء الاكل، ورفع اللياقه اثناء ممارسه الرياضه. وأخيرا بقى الوقت الحر اللي هو للأسرة والهوايات ومع النفس، اللي هو إيه بقى؟ يكون فيه الإنسان إيه بالترفيه عن نفسه، بعمل هوايات وممارسة ويقوم بواجباته الاجتماعية مع الأسرة والمجتمع، ويقوم بتقويم وتحليل باقي الأوقات مع نفسه. تمام؟ حلو قوي. دي هي الأوقات. وبعدين نقول لك إيه بقى؟
حاطط ايدك على خدك وقال ايه بتعاني، ضيعت نعمه وقت طيب. على قهوه مع علي وسعدي وعناني، خد بالك وقتك بيتسرق منك وعمره ما هيرجع ابدا تاني. ربنا يخليك يا استاذ خالد، تسلم لي، ربنا ما يحرمني منك. انا مضطر اخد فاصل دلوقتي، حقك عليا، ويا ريت لو تكمل كلامك الحلو ده معايا بعد الفاصل. ربنا يخليك لي يا حبيبي، تسلم لي، كلك ذوق يا رب، كلك ذوق. هاخد الفاصل دلوقتي، هدخل الصينيه بتاعت الجلاش الفرن، ونحط الصينيه هنا على الجريلا دي عشان النار هنا موزونه شويه، وادخل ده الفرن. هاخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه. فاصل وعود لحضراتكم. على بحضراتكم، قبل الفاصل دخلنا حطينا الرقاق، بيتحط على النار العاديه خالص، ما نحطوش في الفرن في النص ونرجع نقول هو ناشف ليه، لان بحمصه بعمله عيش للفت، ولازم اول وش يتغطى، لازم اول وش عندي يتغطى بفويل بقى باي حاجه عشان البخار يطريه. الوش التاني مش مهم يتغطى. والجلاش ده غالي الفرن درجه حراره 180. سريعا كده يلا نعمل اللحمه بتاعتنا، ننزل مقاديرها مخرجنا الرائع ونشوف مع بعض هنعمل ايه والدنيا هتوصلنا ليه، وربنا كريم اكلنا يطلع. هو ان شاء الله هيطلع، ما طلعش ولا يهمكم الا هيجرى يعني. احنا قلنا على الطريقه بس هيطلع ان شاء الله، خلوها على الله. انا ما يهمنيش اصنافي تطلع، انا يهمني حاجه واحده بس، ايه هي؟ الفكره والمقدرة لعمل الشيء. مقاديرنا ايه مخرجنا العبقري؟ مقادير بتاعتنا عبارة عن نجيب نص لحمة بفتيك، نجيبها وش فخدة يا جماعة. يقعد يقول لي هديك حتة من مش عارف ايه وهديك حتة من ايه، قولي له لا هو وش فخدة كده، وشوطي في الجزار، ماسك سكينة مش ماسك سكينة ما يهمكيش، مش هيقدر يعمل بيها أي حاجة. كوباية لبن، الخلطة بتاعتنا بقى، كوباية لبن بيضة، 2 معلقة كبيرة بقدونس، 3 معلقة كبيرة جبنة مبشورة، 2 معلقة كبيرة دقيق، ملح، فلفل اسود، خلصت القصة بتاعتنا، ولا يهمك يا شيف محمود، خش على بعده. يلا عبقري، يلا عبقري، يا سلام. تعال نعمل الخلطة بتاعتنا كده سريعا عشان لما نبقى نعملها كده في الشهر الكريم ان شاء الله. ادي اللبن، ادي البيض، ادي الجبنة، يا سلام، معقولة، ادي البقدونس، بقدونس يا شيف محمود، سنة ملح صغيرة لسبب ان انا عندي جبنة، برافو عليك يا بوب، يا سلام، معقولة السادة المصورين قاريني كده؟ ده مش ممكن، ايه ده؟ كله بيبقى معايا كده في الشغل ومركز معايا جامد. وادي معلقتين الدقيق، ادي معلقة وادي معلقة. يا شيف محمود مش تقيس؟ لا ما بقيس. الجبنة مع البقدونس مع الملح والفلفل، اكتبوها كده، فيش بعد كده شفنا، يا سلام. خليط بقى عامل معايا ازاي؟ خليط كده ايه، قرنبيتي. طيب ايه تاني يا شفنا؟ معلقه دقيق صغيره برضو كده، وضروري جدا واكم ان انا بقدر اللحمه بتاعتي بايه يا مدام كريمه، برافو عليكي، يا سلام عليكي. هو انت ده، انت ما فيش زيك يا مدام كريمه، ابدرها بالدقيق يا مدام كريمه، برافو عليكي. السلام عليكم، ازيك يا حبيبي الشعب؟ الله يخليكي. بص يا مدام كريمه، ادي شويه ملح وادي شويه فلفل اسود لازم، ونشوف طبعا هنعمل ايه. ربنا يبارك فيك ويحسن ما بين ايدك دايما يا شيخ محمود. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا ست الكل، تسلمي. انا لسه شايفه بسكوت اللي عملته. اه بس اسم ده، الاسم ده اسم تجاري، هيتخصم لي كده. طب اقول ايه؟ بسكوت ايه؟ خلاص قول لنا انت الاسم يعني اللي انت ولا يهمك، ولا يهمك. انت ازاي، صحتك وعامله ايه؟ الحمد لله والله يا رب دايما. بتصل بيك وبشكرك لاني الوصفات بتاعتك ممتازه، بشوفها كلها. الله يكرمك. وعايزه اقول لك اني كمان في جيراني يعني بعتلك لك السلام عشان مش بيعرفوا ان هم يعملوا مداخلات، ده فضل من الله عليا نيابه عنهم. فبقول لك كل وصفه بيعملوها وبينفذوها بيقعدوا يدعوا لك كتير قوي قوي، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يكرمك ويبارك فيهم، تحياتي ليهم، وانا بيزيدني الشرف. يا مدام كريمه، اسكندرانيه اصيله وجدعه، ربنا يكرمك يا رب ويبارك لي في عمرك، تسلمي لي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. وبعدين يا شيفنا ليه بالله بدي يا شيف محمود عشان تمسك في الخلطه بتاعتنا؟ ضروري جدا بعد ما اخلص ابتدي الم حاجتي كلها. عندي الطاسه فيها زيت وزبده، اهلا وسهلا. زيت اهلا وسهلا. سمنه اهلا وسهلا. الماده الدهنيه اللي عندي وايه بقى؟ مش عايز بقى نكتر يعني. اليه البفتيك يا جماعه، البفتيكات انواع البفتيكات كلها، مش عايزه زيت غزير زي البطاطس، مش عايزه زيت غزير زي البطاطس البومفريت كده. احنا خلصنا، نبدا نعمل الدقيق بتاعنا كده، ونبدا نجيب ده هنا كده في قسم السخن، ونبدا نشيل هنا، ما نخليش الدنيا في المطبخ. بحب بعشق حاجه اسمها النظافه، وانا عارف وانا اتعلمت النظافه منكم الساده المشاهدين. كده خلصنا القسم ده. ليه بقى؟ عشان ما تلاقيش ست البيت برضو، دي من ضمن الحاجات اللي بقول لكم عليها، ست البيت ما تلاقيش نفسها بالذات وهي صايمه او موظفه هوب المطبخ كله عشان صنف ما يعلم بيها الا ربنا. نعمل تيست صغير كده، ادي كده تيست لازم تمام. وهنبدا نيجي كده بنبل اللحمه كده، شايفين الخليط عامل ازاي؟ ولازم الزيت يبقى قليل مش كتير. مناديل تكون جاهزه عندي، بس الاول نروح نبص على ايه الشغل بتاعنا اللي هنا، وبعدين يا شفنا غير الاول الكلافز كده. هات لي منديل 2 3 4 5 عشان بالعدد. ايه ده انت بتعد المناديل يا شيف محمود؟ ايوه. وتعالى لي كده وهات لي اللحمه كده، وهات لي المقطع كده. هنا القصه دي خلصت. تعالى لي هنا بقى نروح نبص على الفرن بصه. تابع كل حاجه بقى، المباشر بتاعنا اللي جوه بره واللي بره جوه كده، عشان اللي بره ابتدى يحمر. اذا النار من جوه حلوه ومميزه. اقفل يا شيفنا، خلص خلص، ما تقعدش تطول وتقعد ترغي بقى، مش وقت رغي. هنا اكيد ده ابتدى يفك. تمام تمام. وبعدين يا شيف تعالى لي هنا، خلاص بقى عايزين نخلص شغلنا. طب ما انت بتقعد ترغي اول الحلقه، ما تبقى تخلص كده بقى على طول، بتقعد ترغي وايديك تقعد تتحروق بعد كده. يا سلام يا شيف محمود، مفيش بعد كده. اه بقعد ارغي اول الحلقه، بس لو ما رغيتش اول الحلقه وقلت لكم على كل حاجه انا بفكر اعملها وليه وعشان ايه، ابقى انا مش تمام. لازم نعرف الخبايا ايه والاسرار ايه. هنا انا مش هقدر ازقها، فهنا بعمل كده وكده. تمام، سخنه مولعه عليك يا شيف محمود، النار ما بتحرقش ايه مؤمن، ولو حرقته يبقى ايه، برافو عليك مؤمن متصاب. قال يعني ما لسعتنيش يعني، انا عمال استحمل وعامل فيها بقى ان انا مش هممني. انا المفروض ما غطيش خلاص، بس ما علينا نغطي، احنا ورانا ايه عشان الولاد ما يبصوش فيها. وبعدين منديل نضيف، اروح اغسل الطبق الحوض وبهدل نفسي ليه؟ هو مطرحه ايه؟ مطرحه السمنه. اهو نشفته من السمنه، خلصت القصه اهي. نحن وديتها بروحنا ليه؟ هي ست البيت عايزه ايه؟ شيف محمود انت على الهوا، المفروض بقى تقوم شايل الاطباق. طب واتعب سيد ليه؟ طب ما انا اغرف فيهم الرقاق على كده، صح ولا لا؟ ليه؟ اختصارا لكل شيء، مش انا اقعد بقى عشان نحافظ على الميه، عشان نحافظ على الغاز، لا. طالما انا بايدي اريح اللي قدامي خلاص. واعرفوا حاجه يا جماعه، اعرفوا حاجه مهمه قوي، ما تطلبش الخدمه الا لو كنت محتاج لها فعلا. استنى لما تحتاج لها، استنى ما تبقى محتاج للخدمه واطلبها، مش على الفاضيه والمليانه. انا قاعد قادر ان انا اقوم اسقي نفسي او اعمل لنفسي كوبايه شاي او ما اعملها، استنى اما ابقى تعبان وابتدي اطلبها. استنى دايما الخدمه اما يجي وقتها واقول، عشان ما ازهقش اللي حواليا والدنيا كلها بقى خلقها ضيق دلوقتي، ونحافظ على بعض في الحته دي. روح نبص على الفرن بصه، يلا بينا نبص على الفرن بصه. ابتدى يترفع معايا، ابتدى يترفع معايا، ظهر بره الصينيه، ظهر بره الصينيه. اديله تكه شيف محمود عاليه كده، ويلا بينا يلا بينا. اللحمه دي ايه يا شيف محمود؟ وش فخده، بس انا اللي مقطعها، خدت كل الدبريه وابتديت ان انا افرمه احوله كفته. سلام يا شيفنا، ورينا كده
للمخرج العبقري. مفيش بعد كده شويه زيت بصاط قوي. هات لي الشوكه ايديا اتحرقت جوه الكلابس. وبعدين هات لنا طبق للتقديم يا شيفنا، هات لنا طبق للتقديم. يا سلام يا حبايبي، بيحبوا يودوا لي الاطباق هناك. هنا كده اعمل ايه؟ ازاي ارد افضلهم عليا؟ شويه بقدونس بصوت كده، يا سلام على شويه بومفريت بقى ارفع كده. مفيش داعي ان انا اعمل ثقوب بالشوكه او ارفع ثقوب بالشوكه او ارفع بيه المعلقه، لا، يا بشوكه يا بماسك عشان ما اعملهاش ثقوب واسمح بمرور الزيت جواها. نشفت تمام تمام، الزيت شرب. يا سلام، وعشان خاطري حلوين قوي. عفوا استاذه اسماء، يا استاذه اسماء اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك؟ بصي يا استاذه اسماء، عايز اقول لك على حاجه. اما أيوة. يبقى الزيت لسه بيطشطش كده ما انزلش فيه بالحاجه، استنى اما الميه اللي جواه تنشف وابتدي انزل عشان الحاجه ما تطراش. معايا الست الكل؟ ايوه. انا تحت امرك، تامري اوامر طبعا. ربنا يخليك. ايه الحاجات الجميله دي؟ ده بعد ما عندكم يا ست الكل، ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك الشكلمه لو سمحت. انا اللي هي الشكلمه كيس ولا الشكلمه ال؟ والله ممكن الطريقتين، عشان يعني اجربها برضو بالطريقه دي وبالطريقه دي. طيب هي الطريقه دلوقتي مش حاضره معايا مقاديرها عشان ما بقاش بكذب على سعادتك، فاديني فرصه وانا اقول لسعادتك على مقاديرها. حاضر، عينيا ليكي. تؤمري اوامر يا ست الكل. شكرا يا شيف، تسلمي. سعادتك تؤمري اوامر. طالما شرب عندي، بصوا كده اهو، ونستنى نطلع البقى. تعالى نطلع كده الرقاق. خلاص هو كده، ايه شايفين التش دي؟ يا سلام. انا المفروض هنا ابتدي خلاص بيتحرك معايا اهو. لو عندي عايز اسويه في الفرن، والفرن بالفعل شغال، بحطه على الارضيه واغطيه اول مره بفويل او بصينيه او بغطى حله. تاني مره خلاص. ها ايه الاخبار كده؟ شفنا مفيش بعد كده. فين الفوطه يا شفنا؟ فين الفوطه يا شيف محمود؟ ادي الفوطه. ممكن الاقي الوش اللي تحت محتاج شويه ينشف، فمش مشكله، هو كويس مش وحش، بس انا عايز ايه ازيد شويه عن كده. واو، عايزكم تسمعوا الصوت بقى. الرقاق لازم يبقى كده. فطير مشلتت، فطير مشلتت. ارفع كده شفنا، تعال لي كده. ها ايه الاخبار؟ يا سلام، بصوا حتة اللحمة بتبقى تخن. ايه يا سلام يا شيفنا، مفيش بعد كده. اقطع لي قطعة كده، واو. في بيقول اللحمة بتبقى مش متماسكة، ممكن اديها بيضة. واو، بصوا عامل زي الفطير مشلتت ازاي. ادورها لك كده زي ما انت، ما تخافش. شايفين زي الفطير مشلتت ازاي؟ ومقرمش وجميل وتحفه. فيش بعد كده شفنا، يجي حد بقى يقوم رشش لي عليه شويه بقدونس. ليه؟ عشان ايه؟ ارش عليه شويه بقدونس؟ حد يرد عليا؟ هنا ما حدش بيرد. مش انا اللي عملت كده يا شيف محمود، ولا انا، امال مين اللي عمل كده؟ فيش حد. فيش بعد كده. سلام. ها ايه الاخبار؟ خلصت القصه بتاعتنا. تعالوا بسرعه كده نرفع هنا. ها ايه الاخبار؟ لازم نار عاليه يا جماعه، تعالي لي النار العاليه عشان ما تطلعش الحاجه طريه. خلصت القصه بتاعتنا خالص.
وبص لي على الجلاش كده بالمره يا شيفنا. فصل النار دي. مفيش بعد كده، بس كفايه تشتشه. البوتاجاز بعدين بعد ما نخلص. تعالى لي هنا كده. هوبا، هو ده اللي انا عامل حسابه. شفتوا بقى؟ قلت لكم، قعدت اقول لكم. فاضل لي قد ايه يا استاذ عماره؟ حلوين قوي، بعد دي اقول لي. بص العلو، عايز تجيب العلو هات. شايف مال الصينيه لفوق ازاي؟ مفيش اي اثار للبن والبيض. طيب تعالى لي كده. هنا في زيت، زيت وزبده، ده طبعا هو الاطعم حاجه. نبدا نعمل كده. شايفين ايديا بحنيه. البوفتيك ده مسته بقى للساده اللي هم كبار السن مثلا، بيبقى التاني ناشف معاهم شويه، مقرمش. احنا بنحب الحاجه المقرمشه. هو ده بالنسبه لهم بيبقى مجرد ان هو طري، طري في الاكل شويه. وقتي كده رشه بقدونس، ما فعصوش بقدونس، مش بقدم طبق بقدونس بدل ما بقدم طبق لحمه، لا بقدم طبق بقدونس بالراحه، بالراحه على الحاجه، بحنيه، بالراحه كده نقدم حاجتنا كده بالراحه. كل ما كانت الزينه قليله كل ما كانت الحاجه طالعه مميزه. ما اقعدش بقى ابص الاقي حد، معلش انا بكلمكم كاني قاعد معاكم، جايب لي جزر مبشور، وجايب لي مش عارف ايه، وجايب لي ايه، وجايب لي ايه، في ايه يا عم؟ عارفين زي اللي جابت جميع انواع المكياجات وحطيتها. وادي كده بس، كل ورده وليها لون، كل حاجه وليها الديكوريشن بتاعها. تورته الشوكولاته، تورته شوكولاته بس، ما نروحش يمين ولا شمال ولا نلعب فيها. تعالى لي كده. الرقاق رقاق، الاسكالوب اسكالوب، وضروري جدا الديكوريشن يكون حاجه بتتاكل، حاجه بتتاكل معانا. تعالى لي كده الطبق ده نضيف، بلاش نتعب الواد سايت، انا مدلعه. وبعدين يا شفنا، انا قايل لسعادتك ما يبقى فاضل نص دي. اقول يا استاذ عماره انت عايز تفشلني، انا عارف، انا عارف، مش عارف ليه. وبعدين هو بالظبط. وادي كده كلها، شايفين العلو؟ اهو مخرجنا العبقري. بصوا كده على العلو بتاعه، ها فطير مش شلتت ولا ظهرت التقطيعه ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين عامل ازاي. هجسلكوا بايدي كده، بصوا فطير مش شلتت. شايفين في فرق بين القرمشه وفي فرق، هتلاقوا حواليه كده سمنه بتقدح. ما عايزين تصفوها صفوها، مش ده كتر السمنه، بعد شويه بيشربها زي الفطير اللي مش شلتت، بعد شويه بيشربها. طب وليه يا شيف محمود؟ يا ستي صفيها، صفيها ولا يهمك ولا تزعلي نفسك. انا مهما نشكركم انا مش هوفيكم حقكم. نحفظ الموضوع كله، ما كلفناش اي حاجه، بسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص. هنقدر نعمله يا شيف محمود، هنقدر نعمله، مش هيبقى حد زيكم ابدا في الدنيا. القاكم في حلقه قادمه باي فكر او اي حاجه تكون جديده. والسلام عليكم ورحمه الله.